زنزانة أربعة. خليل دياب. وفين المخفي اللي نام معاك في الزنزانة يا خليل؟ هو جوه يا فندم، جاي وراي على طول. جاي وراك؟ ومتلكع كده ليه بقى إن شاء الله؟ ياك مستني لما نفرش له الأرض رمل ولا نضرب له مزيكة حسب الله علشان يطلع علينا بطلعته الباقية ويشرفنا. مين المسجون ده حضر الصول؟ ده واحد لسه مستلمينه امبارح يا حسام باشا، بس باين عليه كده انه لسه ما خدش على نظامنا. احنا بقى هنعرفه النظام. اخرج يا حيوان يا طور عشان تدي التمام للباشا. يلا اعمل لك همه. يا اخويا انت هتقف متنح كده وعمال تبعلق فينا؟ ما تيجي تصورنا احسن يا روح امك. انت قول اسمك الباشا. ابو حميد البكري. ايه؟ اهلا وسهلا. رجعهم الزنازين واقفل عليهم وتعالى ورايا. دخل يا ابن المساجين واقفل الزنازين.